ذكرنا صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله. فقال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، لكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا والله لا أزكيكم على الله، لكن لا أظن أحدا في مقامنا ومجلسنا هذا إلا وفي قلبه من الأمية العظيمة الجليلة يتمنى لو كان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حرمنا بقدر الله أننا لم نره، فإننا نسأل الله أن لا يحرمنا هديه ولا اتباع سنته، ولا أن نموت على ملته، ولا أن نحشر في زمرته.